انت جيت يا ضنايا، الف حمد وشكر لك يا رب. يا فاطمه فاطمه، ابو العيله رجع، ابو العيله رجع بالسلامه. انتوا مش هترد عليا ليه يا ولاد؟ هتقولي القله عاوزه بلا ريقي. لا دي فاطمة، هو أنا كان بيستهيألي إن أبو العيلة رجع ولا أني كنت بخطرف؟ ما بترديش عليا ليه يا فاطمة؟ يبقى أبو العيلة ما جاش، ها؟ ما جاش. قوليلي يا فاطمة، جرى إيه؟ عملوا إيه في جوزك؟ عمل فيه ايه اللي تجيله شوطه هو ومراته؟ الهي ما يوع ولا يستوعب البعدة. هيجي بكره، هيجي بكره يا بنت. ما انا عارفه انه ما جاش، قلتلك هيجي، هيجي يا خالي هيجي. قوليلي يا بنتي، جرى حاجه لابو العيلة؟ جرالو حاجة؟ انت يا بنت حصل ايه؟ هيحصل ايه اكتر من اللي حصل؟ احنا خلاص ما عادش فيني بعد الذل والمهاني، هيبقى ايه بعد الدوس بالرجلين النكسي؟ هيبقى ايه؟ هيبقى ايه بس؟ هيبقى ايه؟ هو الغلبان يملك ايه غير انه ينحني للزمن يا فاطمه؟ عود الغلبان ضعفان، مش حمل ريح تهب عليه وهو واقف تقطمه؟ انا لما بشوف الجوع في عينين عيالي ولا حتى يعض في بطني بقول الحمد لله يا رب، حمدك وشكرك. لما البرد بيصحيني في عز نومي بقول يا رب لك حكمة في كده. بس كسرة النفس قاسية، والمذلة قصاد اللي عايزين ياكلوا لحمنه ولا يعصوش ايديهم اكتر الف مرة من الموت. انا مش سامعة انتي بتقولي ايه يا فاطمة، لكن حادثة بيك يا بنتي واللي بجواك. ربنا على الظالم والمفتري، انت على الظالم والمفتري يا رب، انت على الظالم والمفتري يا رب، انت على تصور.
وقعي 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 وق